لسه مكملين مع جو البرد الحقيقة، يعني جو البرد ده قاعد معانا لغاية يوم السبت اللي جاي. الأرصاد بتقول إنه في تيار هواء بارد قادم من أوروبا هيخلي الجو يوصل في بعض الأوقات لحد الصقيع. خلينا نتابع مع حضراتكم يعني بعض التقلبات الجوية اللي هتحصل في الكام يوم اللي جايين، ونرجع لحضراتكم على طول. أسبوع آخر ستكون خلاله البلاد على موعد مع أجواء شديدة البرودة، حيث انخفاض في درجات الحرارة في كافة الأنحاء. وسط تحذيرات من تقلبات جوية تتعرض لها البلاد يومي الأربعاء والخميس، حيث تشهد انخفاضا في الحرارة ونشاطا للرياح واضطرابا بالملاحة البحرية وأمطارا غزيرة ورعدية تمتد لأغلب أنحاء الجمهورية. ومن المتوقع وفق خريطة التنبؤات الجوية أن تنخفض درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، حيث تنخفض العظمى بالقاهرة ل13 درجة وتنخفض الصغرى ل6 درجات، وتنخفض الصغرى في شمال الصعيد ل3 درجات، وذلك خلال هذه الفترة مع وجود فرص لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضاً في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء. وأكدت أن حالة الطقس التي تشهدها البلاد وتصل للصقيع، حيث تتعرض البلاد لرياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسود أجواء باردة نهاراً وشديد البرودة ليلاً تصل إلى حد الصقيع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. لسه انا وجمالة بنتكلم في وقت التقرير عن ان الموجه اللي جايه من اوروبا دي علينا وجايبه معاها البرد اسمها هبه، صح؟ على فكره انت اللي فكرتيني ان اسمها هبه والله. دي حقيقه وعدت على شرق المتوسط قبلنا، يعني احنا هبه وصلنا متاخر. بس الجو فعلا يعني الجو صعب جدا حقيقي، ويمكن احنا بنشوف بعض الظواهر المناخيه تحديدا طبعا في فصل الشتاء صعبه جدا، يعني حتى احنا مش متعودين عليها. مع ذلك حسب كمان هيئه الارصاد بتقول انه ده مش ابرد شتاء عدى على مصر، ده بالعكس يمكن خلال سنتين او ثلاثه فاتوا كانت درجات الحراره بتوصل لاقل كمان من كده. لكن على اي حال يا حسام احنا بردانين، انا مش فاكره ان انا بردت كده الشتاء اللي فات. يعني لا صح ولا انت فاكر حاجه؟ هبه صعبه بصراحه، هبه صعب. لا بصراحه يعني الجو فعلا برد، ده حقيقي. بعيدا بقى عن الخناقه بتاعت السوشيال ميديا ما بين بتوع البرد وبتوع الحر والكلام ده، انا بحب البرد وبستحمله اكتر ما بستحمل الحر، بس في الاخر هو الانسان ليه قدره تحمل سواء كانت مع ارتفاع درجات الحراره او انخفاضها. لكن اللي بيحصل دلوقتي ده ما يعني ما تعودناش عليه، ده جزء من أشكال تغير المناخ في العالم كله، فيعني هذا ما جنته أيدي البشر. يعني بصراحة إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا في مصر بقى الوضع بالمنظر ده، وبعدين إحنا البرد بتاعنا يعني ما شاء الله كده بيخش في العظم على طول، فربنا كمان يعني الناس اللي ظروفهم صعبة يعني ربنا يهونها علينا كلنا. وتاني إحنا لينا دور فعلا يا جماعه، النازل في اي وقت يخلي معاه في العربيه حاجه سخنه، يخلي معاه حتى لو زي ما بيتقال عليها دفايات اللي هي البطانيات الرفيعه جدا وبيكون سعرها على فكره بسيط جدا، جاكيت مش محتاجينه بس تكون حالته جيده. نحاول نساعد بعض لانه فعلا الجو صعب جدا، يعني احنا قاعدين في بيوتنا وعندنا اربع حيطان وعندنا سقف وبردانين وعمالين نشتكي من البرد وقد ايه الجو صعب. في ناس فعلا يمكن ما عندهمش الاربع حيطان، ما عندهمش سقف، فخلينا نحس ببعض وان شاء الله يعني الموجه دي تعدي كده سريعا عشان الوضع يكون احسن بالنسبه لنا كلنا.